أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن أعداد المغيبين الذين عثر عليهم في السجون الحكومية. ونقرأ في المدى: أوامر حكومية خاصة لاعتقال 100 من رؤوس تجارة المخدرات في البصرة. ونطالع في البصائر: قلق أممي من تداعيات نقل النازحين من نينوى إلى مناطقهم المنكوبة. جاء في كتابات تحالف الصدر: سنطيح بوزير الزراعة وأربعة آخرين من حكومة عبد المهدي. نتصفح في العرب اللندنية: أمير الكويت يطلب دعم واشنطن لإحياء وساطة بلاده في الأزمة القطرية. جاء في العرب الجديد: رسائل خليجية متبادلة، هل تعود الوساطة الكويتية؟ أخيرا جاء في الحياة: بغداد تعلق عمل قناة الحرة على خلفية تقرير حول الفساد. أهلا بكم. الحل أمام الحكومة والرئاسة والبرلمان هو خيار الحشد الواحد التابع للحكومة، وإعلان رفع الشرعية عن الفصائل المسلحة المنفذة للتعليمات الإيرانية والمضرة بالمصالح العراقية، وشمولها بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة. هكذا يرى الكاتب ماجد السامرائي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. وهذا ما وضع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أمام حرج يزداد كلما اشتدت لعبة شد الحبل بين طهران وواشنطن في مدى قدرته على ضبط جميع فصائل الحشد دون أن يخدش علاقته بطهران، وسط انقسام شيعي واضح حول وظيفة الحشد بين الدعوات المطالبة بحل الجيش العراقي وإحلال الحشد بدلا منه، ومصير مواقف فصائل الممانعة المرتبكة بين التصعيد الإعلامي وبين الالتزام بالتهدئة تجاه الهجمات على مراكز السلاح. كان أوضحها تصريح زعيم كتائب سيد الشهداء أبو ولاء الولاء المعروف بولائه لطهران، بأنه إذا وقعت الحرب فالحشد الشعبي سينضم إلى الجانب الإيراني ويجعل القوات الأمريكية في العراق رهينة بيده. الانقسام داخل فصائل الحشد ظهر في موقفي رئيس الهيئة فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس حول المسؤولية الأمريكية عن تلك الضربات، ويبدو أن التحقيقات قد بيّنت أن إسرائيل هي مصدر الهجمات، وبدلا من أن تعلن ذلك الحكومة صرح به النائب عن كتلة فتح أحد قيادي الحشد أحمد الأسدي، وأعطي نيابة عن وزارة الخارجية آليات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. وهذا مثل من مئات الأمثلة لتعدد مصادر القرارات في البلاد. المهم أنه تم إبعاد واشنطن عن مسؤولية قصف مراكز سلاح الحشد، وذلك خفف الضغط مؤقتا عن صدر رئيس الحكومة بتأجيل حصول أزمة مع واشنطن. لكن مشكلة العدد الكبير من فصائل الحشد الولائية ما زالت قائمة وتهدد الأمن العراقي. يضيف الكاتب: حان الوقت لإجراء تقييم سريع لانعكاسات ملف الحشد الشعبي بعد أن أصبح في الأيام الأخيرة العنوان الأول للأزمة السياسية العراقية، ليس لأسباب داخلية وحسب، وإنما لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني بسبب أزمة طهران وواشنطن. ولو كان العراق يقاد بقرار سياسي مركزي واحد من قبل رئيس الحكومة كمسؤول أول لما حصل مثل هذا الارتباك. يوم التذكير بنكبة المفقودين والمغيبين، وهي ظاهرة تتميز بها بشكل خاص دول الشرق الأوسط. بهذه المناسبة رشحت تقريران صادران عن منظمتين دوليتين هما الصليب الأحمر الدولي وهيومان رايتس ووتش العراق باعتباره البلد الذي يضم أعلى رقم من المفقودين بالعالم، ففي كل بيت هناك شخص مفقود للأسف جراء عقود من الحروب والصراعات. عن الإخفاء القسري في العراق كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربية:
وحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، تقدر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية لتحديد المفقودين وإعادتهم أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف شخص ومليون شخص منذ عام 2014. أخفى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية قسراً رجالاً عرباً سنة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى حالات أخرى. تقع مسؤولية الاختفاءات القسرية على عاتق مجموعة من عناصر الجيش والقوى الأمنية، حيث أن العديد منها حصل عند نقاط التفتيش أو في منازل المخفيين. لم تقدم السلطات العراقية أي معلومات حولهم بالرغم من طلب أسرهم، كما لم تستجب السلطات لطلبات هيومان رايتس ووتش حول القنوات المتاحة للأسر للبحث عن أقاربهم. كما أوقف البرلمان مبادرتين لإصدار قانون جديد يحظر الإخفاء القسري كجريمة بعينها في عام 2015 ومرة أخرى في عام 2017. في العراق يمارس التعذيب على أوسع نطاق، ويطبق فيه حكم الإعدام على الشبهات بعد محاكمات سريعة غير عادلة، ويوضع مئات الآلاف من الأبرياء في السجون، وينعكس هذا العقاب الجماعي على حرية الحركة والحق بالتعلم والعمل، بالإضافة إلى الحق بالاستفادة من استحقاقات الرعاية الاجتماعية والحصول على وثائق الميلاد والوفاة الضرورية للإرث والزواج، مما يعني أنهم يعيشون في سجن يفتقرون فيه حتى إلى الحقوق التي تكفلها القوانين للسجناء والمعتقلين. الكاتب يقول: قد لا يتشابه مصير العراق والمنطقة مع المصير الأوروبي، حيث سيستمر توثيق الجرائم وتحصيل التعويضات بعد 80 عاما من حدوثها في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن مبدأ العدالة هو واحد مهما اختلفت طرق تحقيقه. جاء بالعرب اللندنية، تضامنوا، أو بالأحرى ليس في العرب اللندنية، جاء في كتابات تضامنوا مع الجيزاني الذي فضح قانيم الفساد عن تقرير قناة الحرة، حيث كتب سلام مسافر في موقع الكتابات، وجاء في المقال: تحالفت القبائل السياسية في العراق على الصحفي. ولو هو يسمى الصحفي الاستقصائي، مع الجيزاني كان يعيش في البلد المستباح، لو كان يعيش في البلد المستباح لا اغتالوه كما يصف الكاتب، حيث جاء في المقال: تحالفت القبائل على الصحفي الاستقصائي مع الجيزان، ولو كان يعيش في البلد المستباح لا اغتالوه فعلا، كما اغتالوا واختطفوا وعذبوا من قبله مئات الأحرار طبعا والمعارضين. جريمة معا التي وحدت اللصوص كما يصف الكاتب في كل الأحزاب، إنه فضح أقانين الفساد في المؤسسة الدينية بآفاتها السنية والشيعية. وإذا كانت ضفادع السنة المشاركة في العملية السياسية باستثناء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تنقنق عاليا ضد الصحفي الشجاع، فإن غربان الأحزاب الشيعية لم تتوقف عن النعيق، مطالبة بالويل والثبور للقناة التي بثت برنامج معا الاستقصائي، الأمر الذي لفت انتباه الباحث الإسلامي أحمد الكاتب المعروف بجرأته في نقد الخرافة الدينية والكشف عن دجل مؤسساتها في العراق وخارجه. ودان الكاتب في شريط مصور مرجعية السيد علي السيستاني على صمتها إزاء الاحتلال الأمريكي للعراق والهيمنة على مقدراته وثرواته، وأشار إلى أن الحملة على البرنامج الكاشف لفساد المؤسسة الدينية غير مشروعة، وأن العاملين في هذه المؤسسة وأعدادهم بعشرات الألوف داخل وخارج العراق يعرفون أكثر من غيرهم مدى تمكن الفساد في مفاصلها. لا يمثل الشريط الوثائقي المعزز بالشهادات والوثائق مفاجأة للمتلقي العراقي الغارق إلى حد الاختناق بفساد الطبقة الحاكمة وحماتها في المؤسسة الدينية، لكن المفاجأة أن البرنامج كشف عن التلاحم والتضامن بين المؤسسة الحاكمة بغالبية أحزابها وزبانيتها مع سدنة الفساد في الوقف السني
والعتبتين الحسينية والعباسية. يقول الكاتب: يحتاج العراق إلى صحفيين بجرأة مان جيزاني، وهم كثر طبعا دون ريب، بيد أن الأغلبية اللصوصية الحاكمة التي حرف لها الاحتلال الأمريكي الطريق نحو سدة الحكم تقطع أنفاسهم وتغيبهم وتحاصرهم وحتى تقتلهم. جاء في كتابات: لا يتصور أحد من الذين يؤمنون بالشلع والقلع أو أولئك الذين قالوا جئنا بمشروع عابر للمحاصصة والطائفية واعتذروا للشعب عن السنين الفائتة يمكنه أن يقنع أحدا بأن العراق صار يمشي على السكة الضامنة للوصول للهدف. هكذا يرى الكاتب جاسم مراد في مقالته بصحيفة الزمان. لا يمكن حسب رأي المختصين الاقتصاديين أن يحصل نهوض حقيقي في مجال الاقتصاد والاستثمار في سلطة المحاصصة واختلاط الفساد بالسياسة، وكلا الطرفين يتحكمان بمقاليد السلطة والدولة. كل المعايير السياسية والاقتصادية تؤكد بأن ما من دولة في المعمورة يمكنها أن تحرز تقدماً في البنى الاقتصادية والتنموية والتربوية وهي مكبلة بتوزيعات حصصية ومشروطة بفرضيات الكيانات التي تتحكم بمسير عملها وبتوزيعات إدارتها حسب حصة كل كيان وكتلة وحزب. هذا الوضع الذي استمر لأكثر من 15 عاماً وأثبت فشله المرعب في كل فواصل الدولة لا زال مستمراً وسيستمر أيضاً حتى إفشال الدولة وتحويل العراق إلى حالات متناثرة متفرقة مناطقياً وجهوياً، لكون لم تعترف تلك الكيانات السياسية بالفشل ولم تقرأ الحالة بشكل موضوعي باغية البحث عن معالجات منطقية، وإنما فقط كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية الفشل باغية التخلص من المسؤولية، في حين أن كل الأطراف شركاء في الحكم وجميعهم دون استثناء مسؤولين عن نكسة العراق وتبديد أمواله وإضعاف موقف الدولة على المستوى الداخلي والخارجي وتفعيل وتسييد مواقف أحزابها وكياناتها المسلحة والسياسية على حساب الدولة. الكاتب يقول: العراق بحاجة ماسة إلى عملية استنهاض حقيقية وقيادة قوية وبجهد جماعي في توظيف كل الوقت والزمن لصالح الدولة المؤسساتية والتطور والبناء، وهذا الأمر ليس بالسهولة تحقيقه إلا بعملية رافضة لما يحدث لهذا البلد. جاء في العربي الجديد: هل تتخلى إيران عن حلم الهيمنة الإقليمية؟ سؤال يطرحه الكاتب إياد الدليمي في مقال بصحيفة العربي الجديد، وجاء فيه: على الرغم من أن كتاب رأي ومقالات عديدين في الصحافة الأمريكية يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لا تمتلك أي رؤية أو استراتيجية واضحة حيال إيران، إلا أن واقع الحال يؤكد خلاف ذلك. تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي الولائي، وهو الذي يعتبر حشداً إيرانياً بامتياز في العراق، لقصف إسرائيلي خلال الشهرين الماضيين، وترفض بغداد حتى اللحظة توجيه اتهاماً رسمياً لتل أبيب، وهو قصف دفع عديداً من تلك الفصائل إلى إطلاق العنان لتهديدات باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، بينما كانت الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله اللبناني على موعد مع اثنين من طائرات إسرائيل المسيرة في خرق واضح لتفاهمات ما بعد حرب 2006. وعلى وقع هذا كله كان لافتا تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده غير مسؤولة عن أي جهة مسلحة خارج حدودها، فيما اعتبره بعضهم بداية تخلٍ إيرانياً عن الميليشيات المسلحة التي دعمتها منذ سنوات. وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة بفعل العقوبات، وبدأ المواطن الإيراني شديد التأثر بالعقوبات الأمريكية على بلاده، خصوصاً بعد أن وصل حجم تصدير النفط الإيراني خلال شهر يوليو تموز الماضي إلى 399 ألف برميل. لا يبدو أن الوساطة التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء قمة السبع حققت شيئاً يذكر،
فلقد عاد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بلاده خالي الوفاض، ولم ينجح في تحقيق اختراق سعى إليه ماكرون بإقناع واشنطن بالسماح لطهران بتصدير 1,000,000 برميل مقابل رفع جزئي عن العقوبات. في المجمل يبدو أن أمريكا ما زالت قادرة على ضبط إيقاع المنطقة بطريقة تناسب إسرائيل وتناسب حلفائها الآخرين في المنطقة التي باتت تسير بطريقة ديناميكية واضحة وواحدة، ولم يعد هناك ملف مفصول عن الآخر. فإيران لن تهنأ بوضعها الحالي من دون أن تقدم تنازلات في ملفات عديدة، لعل أولها حلمها بالهيمنة الإقليمية، وهو ما تريده أمريكا وإسرائيل وحلفاؤها والبقية في المنطقة. تعرف إسرائيل أولوياتها جيدا في مواجهة حزب الله، وتثق أن الأنجح هو الملاحقة الأمنية والعمليات العسكرية الجراحية، وتوقن جيدا أن أي حرب ستؤدي إلى هزيمة لبنان فقط وتؤدي إلى إيذاء الحزب من دون أن تقضي عليه إطلاقا. والعالم شهد نتائج حرب 2006 وفق مقال الكاتب فارس بن حزام في صحيفة الحياة. على مدى 13 عاماً وجهت إسرائيل ضربات أمنية وعسكرية عديدة، اغتالت قيادات ودمرت صواريخ وأسلحة وتسللت إلى عمق الحزب وجندت جواسيس، بينما حافظ حزب الله على الردود الناعمة والمحدودة جداً بما يكفي لإقناع مناصريه المضللين أو يحوله إلى مثار سخرية كما جرى أول من أمس. كانت النتائج مرضية لبنيامين نتنياهو على مدى 10 سنوات، وهي رئاسة الوزراء الأطول عهداً منذ قيام دولة الاحتلال. لا يحتاج نتنياهو في هذه المرحلة إلى حرب تقليدية طالما الأهداف تتحقق، وأخبار القصف الدقيق لا تنقطع في سوريا والعراق ولبنان. هو ومن خلفه الإدارة الأمريكية يرى الحزب يزداد اختناقاً، ويراهن أن الخطوات التالية كافية لتقزيمه أولاً وتآكله على المدى البعيد، وحالياً يكتفي بأعماله العسكرية الدقيقة ضد الصواريخ المطورة فقد دمرها في سوريا وفي العراق، وقد يفعل ذلك في لبنان قريباً. ولا يعني ذلك أن زمن الحرب بعيد عن الاندلاع، وحالياً ما يحمي لبنان من ويلاتها أن الطرفين الاحتلال والحزب اتفقا ضمناً على تجنبها حتى إشعار آخر. أما رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة فمثل كل مرة ظهروا في صورة ضيوف لدى حزب الله، وبعدما كان يقال إن الحزب دويلة في دولة، يصح القول الآن بأسى شديد إن لبنان دويلة في دولة حزب الله. هناك شعار دعائي ردده مناصر الحزب طويلا دعما لأمينه حسن نصر الله، وثبت أن لا أساس له على الأرض عند الحاجة إليه. سنخوض البحر معك، فمنذ أول طلقة إسرائيلية تصرف السكان بشكل تلقائي وإنساني وعاقل، وإلى كل ما هو شمال حدود لبنان الجنوبية حيث خاضوا الطريق الساحلي بعيدا عن الدعاية المضللة. بعيدا عن السياسة، حداد فلسطيني يزين المنازل والمكاتب بتحف الخردة، تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه: تعتبر قضية تدوير النفايات من القضايا الحارقة المطروحة على الدول العربية، فالقمامة تصبح مصدر ثروة وكنز بالأفكار المبدعة بعد أن كانت مصدر إزعاج تساهم في تفشي الأمراض وتعكير أمجدة الناس بالأفكار، حيث تحول ما كان يراه الناس قبحا إلى شيء جميل، كما فعل الحداد الفلسطيني وجهاد أحمد الذي حول خردة ورشته إلى تحف تزيين المنازل والمكاتب. فمن بقايا قطع الحديد الصدئة الخردة المزعجة، برع الحداد جهاد أحمد من قرية مسحة غرب سلفيت في تصنيع قطع فنية بلمسات مبدعة توفر للناظر مساحة للتأمل والاستمتاع بأشكالها المختلفة. طبعا كثيرة هي الأفكار التي يجسدها
فتصبح القطع التي كانت قمامة سابقا تسر الناظرة. ويقول جهاد لوكالة الأنباء الفلسطينية: وفا أصمم الشكل الذي أريده في مخيلتي، ثم أبدأ بتجميع المواد الأولية الموجودة في ورشتي من مخلفات الحديد وعلب المشروبات الغازية وهياكل السيارات والبطاريات والمعلبات وإطارات السيارات المستعملة وحتى مسامير ومكابح السيارات وأسلاك حديد ونحاس وغيرها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.